لقيت ترحيب حلو، لقيت انه شيك قوي لانه بطابع هالقد ايجابي وفيها فرح وفيها طاقة ايجابية. ومثل ما بتعرفي ندى، الشعب المصري دايما بيرحب بهيدي الطاقة، ومن اكتر الشعوب يلي بتحب البهجة والفرح ودايما بحالة ايجابية جدا. فان شاء الله يا رب نقدر بشيك قوي هيك نفوت على العالم المصري، لانه رح كون فخورة جدا. وكمان الأغنية كانت مع بليدة في كواليس الفوتوشوت الجديد. عم نعمل كولابوريشن أنا وتيم جديد. بدي أشكر زينة إبراهيم، لأول مرة أنا بتعامل معه، حبيت هيك يكون في طلة جديدة لإلي، وميك أب إذا بدك جديد مختلف عن اللي قبل. حتى الفوتوغرافر ألسن هيك مصدومة بشغله، وأوريدي شفت كل الصور يلي هو أخدها، فحبيت روح لسايد جديد مني. إن شاء الله العالم تحب. نعفلوا بعض وهيك التيم وورك رائع عن جد. الحمد لله. وبنشوف دليدة بتظهر بلوكين مختلفين، الأول لبسة فيه أوفرول أسود والشعر ويفي مع فوليوم كتير، أما اللوك التاني فهو فستان فيوليت كل سيكونس مع هيربان كبيرة، والميك اب تركيزه على الجرافيك آيلاينر علشان يبقى فيه نوع من الإدجنس لوك. كم لوك رح تكون رح تتضمن السيشن اليوم؟ الفوتو سيشن عنا حتكون مضمنة 3 لوكس بيزيكلي مبلشين فيها. بفيرست لوك هو حيكون ناتشرال لوك مع شعر ويفي. سكند لوك حنقوي شوي، نشتغل على حمرة ريد ليبستيك مع ألوان ترابية. بلاست لوك حيكون كتير مميز، حيكون كتير ترند لهيدا السنة، اللي هو الآيلاينر الجرافيك آيلاينر. حنشتغل فيها بطريقة نبرز العيون، والحمرة حتكون نيود. وفي لوك لسه ما شفناهوش هيكون مخصوص للأعياد، والحلو انه هاي المرة لانه الكريسماس هلا فترة أعياد، ففي لوك حيكون كريسماس لوك حنختاره لدليدا، حيكون كتير حلو، شوي جليتري مع حمرة حتكون ريد. خلينا بكرة منشوفه بإطلالي، ان شاء الله حتكون مميزة. ومش معقول نكون مع دليدا وما نسألهاش عن أعمالها الجديدة. عم نشتغل على غنية تانية مع جيمي ميوزيك سمر وقايلي، وميوزيك از ماي لايف، واكيد بتمنى التعاون يتم لمره تانية مع بيير خضرة، لانه طلع مني اشياء كتير حلوه وقدر جمع المواهب الثلاثه بهيدا الكليب الاستعراضي. اسمح لي نسيك البشاعه والقهر وكرهي اللي عشتهم بحياتك. بالدراما في عندك شيء لرمضان او قبل او بعد؟ في قصص عم ينحكى فيها ندى، في اشياء حلوه ما بعرف اذا رح تكون لرمضان. بتمنى الشخصية اللي بدي ألعبها بعد كل شيء قطعت فيه عن جد تكون تحدي جديد لإلي، ومن بعد كل شيء عملته بالكوميديا وبالدراما طبعا الدور اللي بدي أختاره بده يضيف لي لمسيرتي المهنية، فإن شاء الله يكون قراري بالمطرح الصح. ومؤخرا شفنا دليدة في مسلسل سر اللي لعبت فيه دور تالين، والمسلسل كان فيه لغز وأحداثه مليئة بالغموض ولقى إعجاب كبير عند الجمهور، والسبب ده هيكون في موسم جديد قريب جدا. بس دليدة مش هتكون ضمن الكاست، فأي سبب القرار ده؟ ما عندي سبب. السبب هو بتكون تسألوا المنتج، بتكون تسألوا يعني التيم المشرف على هيدا العمل. بعتبر أخذت حقي وزيادة وحققت النجاح اللي بدي إياه بالجزء الأول، وأنا ما بحب الأجزاء التانية، يعني بعترف إنه بحب أشياء جديدة هيك أدخل فيها، والله يوفقهم. لكن بالرغم من كده، لو افترضنا انه اتعرض عليكي الجزء الثاني، هل هتقبلي تنضمي لي ولا لا؟ ما هي المشكله انه انعرض علي الجزء الثاني وانا بعد شهر عرفت انه انا ماني بالجزء الثاني، صارت شوي خبوسه وما كتير بقى بدي اعطي هذا الموضوع اهميه لانه اخذت حقي وزياده بالجزء الاول. طب ردت فعلي كيف تكون اجمالا دليدا؟ يعني على هيك عارف زملائي انه شخصيتي بطلت موجوده، طبعا صدمت ويمكن شوي هيك تسألت بيني وبين حالي، وخلص كل شيء بوقته حلو. بحب انه اقطش الموضوع، يعني بعتبر هيدا اسمي ونصيب وكل واحد بياخد حقه. هي شخصيتك بطلت موجوده مش انه رح يستمروا فيها مع حدا تاني؟ هي شخصيتي بطلت موجوده هيك انا عرفت.